انت فكرتي انك تشاركين هذا الشيء في السوشيال ميديا؟ ايوه فكرت بهذا الشيء، وبهذا الموضوع صرت دائما مستمره اني اعلمهم. يعني كمثال بسيط، احد جاي يقول لي شلون تاخذين الابره قدام الناس، من المفروض تروحين تتخبين، وقلت لهم انه عادي وهو ما في شيء خطا. فيعني الشخص لازم يتعلم انه ما يخجل من نفسه. يعني انا فيني السكر، لازم ما اخجل. انا تعبانه، لازم ما اخجل. اي شيء ما اخجل من نفسي. طيب اقول لك شيء، انا قاعد اتعلم منك. تصدق توني اتذكر انشوده يتكلم عن الانسولين واماكن حقنه، ايش رايك اغني لك اياها؟ طبعا يلا. اوكي بس دقيقه، ابره الانسولين. يلا ابغاكم كلكم تغنون معايا. يلا الانسولين.